السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى لكم دائما تكونوا على خير وبخير، نتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. شكرا لكم، شكرا لكم كاملين على حسن المتابعه وعلى الكلمات الرائعه الطيبه. نتمنى ربي يحفظكم ويجيكم كاملين ويعطيكم العز والنصر دائما. اليوم باذن الله نشارك معكم بسطيله عائليه ديال الحوت باذن الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعجبكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. ودائما تنقول لكم شكرا بزاف. ها انتم معايا. بالنسبه للمكونات عندي هنايا الحوت، يعني ثلاثه ديال الاشكال، وانتم دائما الاختيار تبقى ديالكم. المهم ان كل حوت الابيض. عندي هنايا الكروفيت، بالطبع انه نقيو حيدنا ديك الشعيرات اللي تكون رقيقه، داك هو الشوك ديالو، دائما خصكم تنقيوه مزيان. عندنا هنا سيلبيا، عندنا هنايا ميرلو، ولكن بالنسبه لهاد المكونات ديال الحوت تبقى الاختيار على حسب العدد او على حسب الحجم ديال البسطيله. عندي هنا الشامبينيون الكحل، رطبته في المطايب. عندي هنايا الشعريه الصينيه ديال الروز، ما تطلقش ديك، ما تتلصقش، يعني من الاحسن خذو ديال الروز تبقى باينه مفرزه. عندي هنا واحد الطرف ديال الفرماج الاحمر. عندي فليفله، جوج فليفلات شحرتهم مع واحد معلقه ديال الزيت. عندي هنايا جوج فليفلات ديال الفلفله، وعندي هنا جوج بصلات كذلك شلطتهم مزيان وشحرتها. انا دائما تندير البصله تعطي واحد المذاق في البسطيله ديال الحوت، فيها مذاق يعني مزيون بزاف. عندي هنايا واحد الحامضه اللي حيت القلب ديالها، خليت غير يعني الجلده ديالها. عندي هنايا الفصوص ديال الثوم، ها هما باينين. عندي هنايا القزبر والثومه، انا عندي مقطعين وكانوا عندي في المجمد، يعني طريين مقطعتهم. ها انتم كلشي ديال تهشى باذن الله وتطحن. بالنسبه للتوابل، دائما الملحه هي الاولى. العطريه ديال السمك، عندي واحد هنا شويه ديال الخرقوم، غير باش يجي ديك التوازن ما بين الفلفله الحمراء والخرقوم تعطي له يعني مزيون. عندي فلفله حمراء كي تشوفوا، عندي واحد الضمه ديال البنه، تتبقى دائما الاختيار ديالكم ديال السمك. عندي هنا واحد شويه ديال سكينجبير وشويه ديال الابزار، والحار دائما تبقى حسب الذوق. عندي هنايا لاصوص ديال الحوت، وعندي لاصوص الصوجا. عندي هنايا واحد الحامضه كبيره معصره، والزيت بالطبع ان لبدا الزيت او لا، دابا نضيف واحد شويه ديال الزبده كذلك من كنت نشحر الحوت باذن الله. نضيف معاهم واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى غير باش ينسمو. وبالنسبه ما تطيبش بزاف، راه دغيا تطيب، راه غير واحد جوج دقائق صافي تحيدها. ندير الثومه والحامض، نديرهم في الروبو. غادي نزيد القزبر والمعدنوس كامل، كلشي غادي نديرو في الروبو يتطحن مزيان. درت غير شويه ديال الملحه هي الاولى، بحكم ان الحامض مالح والضامه والفرماج هي شويه، ما درتش بزاف كاع. غادي نزيد واحد المعلقه ديال العطريه ديال السمك، نزيد واحد شويه ديال الخرقوم، كذلك فلفله حمراء. درت جوج معلقه صغارين، معلقه راه صغيره ماشي كبيره بزاف. ندير واحد الطامه ديال البنه، كذلك دايره واحد شويه ديال الابزار وشويه ديال سكينجبير. وبالنسبه للحار تبقى يعني اختياري، انا درت شويه ديال الحار هنايا. ندير العصير الحامضه، ودابا غادي نطحن العناصر اللي ذكرت لكم كامله مزيان في الروب. من بعد ما طحنت القزبر والمعدنوس والتوابل اللي ذكرت لكم كامله، دابا غادي نشغل الحوت ونحط الميرلو، هي غادي ندخلها للفران.
غندير عليها شرموله وندخل كلشي للفران. جهدوا عليها البوطه باش تغيا يعني تشمع وما ما تطلقش ما تفتش بزاف. كي تشوفوا تبارك الله راه طاب. غادي نحيد ديك الجلده الفوقانيه وغادي نحيد الشوك. كي تشوفوا لا بدا الشوك عندك وراه الشوك خطر راكم عارفين، لا بدا خصو يتنقى مزيان. وحاولوا ان الميرنو ما تفتوهاش، خليوها طريفه الصحاحين مزيان، يعني الجلده كلها غادي تحيد غير بشويه نحيدوهم وما نحاولوش نفتوها. ها نتوما معايا على ما نكمل باذن الله. ما وجدت المواد باش نخدم كامله وكلشي، يعني الحوت كيفاش شاهدوا بان راه كلشي واجد، بقات ليا بقى لي الكروفيت اللي مازال ما وجدته. درت هنايا واحد المعلقه ديال الزبده مع واحد المعلقه ديال الزيت، وغادي ندير الكروفيت يتشحن مع واحد المعلقه ديال ديك يعني ديك الشرموله اللي وجدنا ديال الحوت. نشحرها مزيان، ما يطيبش بزاف، يعني نشحرها حتى يعني شويه بحال تعرق وصافي. البنات واحد شويه عفاكم، تعود تشحر بزاف يعني حتى يطيب ويقلال ويطلق المالة، راه غير واحد جوج دقائق صافي تنحيدو، غيكمل الطياب في الورقة بحكم أن الحرارة ديال الفران راه تطيب الكروفيت صافي. بالنسبة للشعرية الصينية سخطرتها مزيان، راه ما فيها لا ما لا حتى شي حاجة، أنا تنشفها، أنا ما تنبغيش نشحر الشعرية الصينية يعني يعني فوق النار، يعني تجيني ديك مصطلح تتزعلك ما تتعجبني شيء. غادي ندير عليها ديك البصلة اللي شحرت كذلك، غادي نزيد عليها ديك الفلفلة اللي شحرت هي، وغادي نزيد عليها هاد الشرمولة كيفاش شاهدوا ديال ديال الحوت اللي وجدتها قبالتكم وصافي. ها هي غادي نزيد عليها واحد شويه ديال لاصوص صوجا، واحد جوج معالق تقريبا كبارين. غادي نزيد عليها لاصوص ديال السمك، تعطي واحد المذاق واحد اللذه زوينه زوينه بزاف بالنسبه للاصوص ديال السمك. ندير الشامبينيون، ما نديرش هاد الكميه كامله، بركه غير هاد شويه بركه. نخلط هاد المكونات اللي شاهدتوها معايا مزيان. بعد ما خلطت هاد العناصر اللي تشاهدوا ديال المقادير اللي شاهدتو معايا، دابا غادي ندير السيلبيا، ما نقطعهاش يعني نخليها هكا باينه. دابا عاد ندير الميرلو ديالي بحكم ان نقيته مزيان من الشوك وخلط العناصر اللي ذكرت لكم كامله باش ما نخلطهاش وتفتت الحوت. راكم عارفين خصوصا هذا النوع تيكون يعني فتي بزاف ودغيا لا تخلط ما يبقاش يعني باين. غنخليه حتى للتالي كي شاهدتو هي بشويه نحرك هاد الحشوه اللي قبلتكم ديال السمك او بسطيله ديال الحوت، هي بشويه باش يبقى الطرف ديال الحوت يبقاو باينين. دابا ان شاء الله باذن الله غادي نجمع البسطيله،
هانتوما معايا راني دهنت المول ديال الخاص بالسطيله بالزيت، واللي ما كانش عندها المول ممكن هي تبصيه ما يكونش فيه جناب عالي. دابا درت الحشوه الاولى، وزعتها على قياس الاطار اللي عندي او المول اللي تشهد معايا. دابا غادي ندير الكروفيت اللي شحرت، غادي نوزع كذلك الكروفيت على الحشوه كامله باش كل جهه تاخد حقها. وغادي نوزع كذلك هذا الفرماج اللي حكيت هكا، يعني بالحكاكة الغليظة ما حكيتوش رقيق بزاف. طريقة خاصة للمبتدئات كي شاهدتوها معايا باش تساعدكم باش ما تلصق لكمش وتجي ناجحة، وكي شاهدتوها معايا بأنها سهلة وبجهد الله بجهد الله راه أجي إن شاء الله بإذن الله في الشهوة. هانتوما معايا على ما نطيب بإذن الله، ولكن ضروري تنتقبوا يعني الورقة ضروري وتندهنوها بالزيت بلا زبده بلا حتى حاجه. الورقه اللي دهنتوها بالزبده تطلق الزبده تطلق الماء، وما تجي ديك الورقه ماشي مقرمشه، تجي بحال اللي فازقه العضه ديالها ما تجيش زوينه. دهنوها غير بالزيت، الزبده حذفوها كاع في الورقه دائما، سواء تسخنوها يعني الا كنتو مجمدينها في المجمد وتبغيو تسخنوها ما ديرولهاش كاع الزيت، الزبده دائما ديروا الزيت. وكذلك بالنسبه للطياب دائما ديروا لها الزيت، الورقة تبقى مقرمشة ولذيذة في المذاق ديالها. أريا بنتي نتكا عارفة ضروري خصكم تثقبوا هكا الورقة، ما عندكمش ما تنفخش شي وتطيب تدخل البسطيلة من الداخل. تنطيبوها من الجهتين يعني بلا ما تقلبوها من داك الشيء، قلبوها طيبوها من التحت مزيان عاوتاني طيبوها من الفوق. هانتوما معايا على ما توجد بإذن الله.
الشكل النهائي كي شفتوه معايا كي قدمته معاكم، نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم، والطريقه باش قدمتكم بسطيله كبيره كذلك تعجبكم. وشكرا لكم كاملين، ونتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.